باش كتكون خدام في واحد الحاجه كتعجبك ما كتسميهاش خدمه حيت ديجا كتعجبك وتقدر تعطي فيها تقدر تولي ملال الا ما كانش ديك لا كرياتيفيتي وما كانش واحد لو شونجمون زعما انت بقيتي كدير روتين كل نهار الخدمه اللي كتبغيها انت تقدر انها تولي ممله واحد الوقيته وانا ما كتبقاش داك لو روندمون ديالك تولي ناقص ولا طايح بزاف متفق معاك بصح بعدا خصك تعرف عجبتني الجمله اللي استعملتي ديال لا كرياتيفيتي هو في الحياه اون جينيرال الفو ات كرياتيف شحال هادي فاش كنا كنسمعوا كرياتيف ديما كتخيل ان خصك تكون ارتيست كتمشي ديما دماغك لاغ ولا تكون ارتيست ولا شي لعبه اترو كرياتيف شنو هي تقدر تبدا من الدار هو الصالون ديالك مره بدلو تمشي للقهوه كتريح ديما دماغنا كيكون بحال الا روبوتيك كتمشي لواحد القهوه كتريح فواحد البلاصه كترتاح فيها ديما كتبغي تبغي تعاودها خاصك تعرف ان 98% من لي بونسي ديالنا هما اللي كيبقاو يتعاودوا دائما دونك بور ات كرياتيف بدل من ستيل ديالك فيسيمون حوايجك اول حاجه بدات تبدل مره سي سا داتخو كرياتيف تبدل ديك البلاصه اللي كتمشي فيها في القهوه واخا انا ديما كنريح في نفس البلاصه مي الفكره زعما متفق معاك في خدمتك يفو ات كرياتيف انا كنقول راه غتكون كرياتيف حقاش كتعجبك سي بور سا قلت لك اختار الخدمه اللي كتعجبك مادام كتعجبك صافي دير كونت فاش كدير ديك الخدمه سا تفي بليزير كونت تويا زعما فاش كيكون عندك البليزير كدير واحد الحاجه كتكون كتستمتع بها بيان سور غادي تبدع فيها حيت كتستمتع فيها فهمتيني شنو نقول لك فهمتك تبارك الله عليك